ولنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية الخبير العسكري دكتور عبد الله الأسعد. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بك. دكتور، تزامن مع تسريبات من داخل اجتماعات أستانا عن تم الحديث عن وقف إطلاق النار اعتبارا من الليلة، إلى أي مدى تظن أن روسيا ستلتزم بضمان عدم انتهاك النظام لهذه الهدنة المؤقتة؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. في الواقع يعني كان هناك ما هو أقوى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تريد روسيا أن تنفذه منتصف هذه الليلة. كان هناك اتفاق بين ضامنين ثلاثة، بين الروسي والتركي والإيراني، بأن تكون هذه المنطقة منطقة خفض تصعيد، وتم الاتفاق عليها والتوقيع عليها، لأن هذه المناطق طبعا ممنوع الاقتراب منها أو ممنوع القصف بها، ويعني ربما لها تعريف من المنطق العسكري بأن ممكن أن ينشب فيها قتال، وإنما تتدخل الأطراف لعدم يعني ازدياد وتيرة المعارك في هذه المنطقة. الكل يعرف بأن يعني المناطق تسميات مختلفة بتعابير عسكرية وقانونية في كل زمان وفي كل حين، فكان بالأجدر ألا تقوم روسيا بنكث عهودها بما يخص المنطقة العازلة التي كانت موجودة في إدلب، وقبلها طبعا أربع مناطق تم يعني كسر ما تم الاتفاق عليه، كما حصل في الغوطتين وفي الريف حمص الشمالي وفي درعا والقلمون. طبعا هذه المناطق وريف حلب الشرقي كان طبعا يعني من الأجدر أن تلتزم روسيا بهذا الموضوع. طبعا روسيا لا عدا لها، في الواقع تحتاج روسيا إلى يعني مفاوضين لديهم من الخبرات الكثير الكثير، لأن لدى يعني وفد التفاوض من البداية لديهم ملفات قوية جدا على المستوى السياسي، كان عليه أن طبعا يناقشها مع الوفد الروسي في أستانا. نعم. ويبين بشكل كبير جدا أمام العالم وأمام أنظار العالم بأن ما تقوم به روسيا طبعا بالاتفاق مع أمريكا، هناك يعني اتفاقات تحت الطاولة الآن بدأت هي بالمنطقة. نعم. الشرقية والآن انتقلت إلى الجنوب السوري. نعم. طبعاً بالحديث عن هذا الجانب الميداني، وكما أشرت دكتور هذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن هدنة بمنطقة خفض التصعيد في الشمال السوري، ما الجديد اليوم وإلى أي مدى المعارضة مستعدة لتسليم السلاح مرة أخرى فيما يخترق النظام الجولات الماضية من هذه الهدن وخفض التصعيد؟ يعني في الواقع طبعا يختلف الوضع في الشمال السوري عما كان في الجنوب السوري، طبعا يعني ليس من حيث حساب نسبة قوة وبساط، وإنما من حيث كسر الإدارة الإرادة القتالية. الواقع كسر الإرادة القتالية مثلا في مناطق أخرى غير الشمال السوري تم بسهولة طبعا من خلال يعني عرابين نعرفهم من الجنوب ويعرفهم أصبح العالم بالكامل، حيث دخلوا على خط هؤلاء ونصبوا أنفسهم نيابة عن الفصائل وقاموا طبعا بطرق عديدة لا مجال لذكرها الآن. في الشمال السوري طبعا الثوار لم يسلموا سلاح الشمال، قاموا بنقل العتاد الثقيل من هذه المنطقة التي تم الاتفاق عليها إلى مكان آخر، في حين أن النظام ذكرت أنا في السابق وفي طبعا كتاباتي بأن الروس لم يستطيعوا إخراج شبيحة الأسد من معسكر جورين الذي كان يجب عليه أن ينتقل من هذا المعسكر إلى الخلف ويسحب معدات ثقيلة، طبعا لم يلتزم وكان معه ميليشيات تابعة لقاسم سليماني وغيره، فالثوار الآن غير مستعدين بالواقع. طبعا نحن نعلم أن هناك قوى طبعا دولية وإقليمية يعني، وهؤلاء الثوار الموجودين في الشمال السوري يختلفون عن الذين كانوا مثلا موجودين. هل هذا يعني أنه سيتم رسم خارطة للتوازنات الجديدة في المنطقة؟ يعني في الواقع هذا الموضوع يعني شائك جدا ومعقد بإعادة رسم الخارطة. في الواقع هي الخارطة ليست يعني سليمة 100%، لأن الخريطة تم يعني
تقسيم اجزائها، يعني موجود لها مثلا في الشمال الشرقي مثلا موجوده القوات الامريكيه بقواعدها طبعا تساندها او تساند قسد في هذه المنطقه، وربما يعني من الممكن ان تسعى، ونرى بام عيننا الان يعني مثلا في الشرق السوري الخوف الان من اقامه كيان طبعا قوامه الاحزاب الارهابيه الانفصاليه التي خدعت سوريا وخدعت الثوار وخدعت الثوره بالكامل، ونرى الان ما يجري في الشرق السوري من هذه الخارطه كما تفضلت وذكرت، الخارطه اصبحت في خطر، ووحده سوريا اصبحت في خطر اذا ما تم اقتطاع هذا الجزء الكبير من سوريا. شكرا. يعني الذي يعتبر هو العمود الفقري لسوريا من حيث الثروات الباطنيه الموجوده في دير الزور. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الله الاسعد الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه.